تأتي قضية ترشيد استهلاك الكهرباء مش بس هنا في بلدنا، لأ ده على مستوى العالم كله، لكن هي جاية في وقت صعب جدا، جاية في وقت الحر اللي كل الناس محتاجة ان هي تشغل المراوح، وربنا فتح عليهم شوية عايزين يشغلوا التكييفات عشان نقدر نتحمل حرارة الجو، وربنا يا رب يبعد عننا حر جهنم ان شاء الله. فطبعا لما يجي دلوقتي ترشيد الاستهلاك، بعض الناس تقول طب احنا نرشد الاستهلاك دلوقتي ليه اذا كان المفروض ان البلد فيها فائض من الكهرباء، وعشان نرشد الاستهلاك يعني ما نشغلش خالص الاجهزه اللي عندنا، ولا ازاي نشغلها؟ اسئله كتير حول هذا الموضوع، سواء بالنسبه للمواطن او بالنسبه للحكومه، هنعرف كتير من الاجابات عنها من خلال لقائنا على الهواء مباشره مع المهندس كريم الكسار، عضو المجلس الاعلى لنقابه المهندسين المصريه. اهلا بحضرتك معايا يا باشمهندس، بتشرفني وبتنورني. اهلا وسهلا بحضرتك، وشرف لي تواجد مع حضرتك ومع الساده المشاهدين. يا رب يخليك، شرف ليا. والناس بتسال جايين ترشدوا الكهرباء في عز اغسطس، يعني هل ده ينفع؟ ليه الوقت ده تحديدا الحكومه اختارته عشان ترشد الكهرباء؟ طيب في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن احنا بنتكلم من شهر، يمكن تقريبا منتصف اغسطس، كان معالي دوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد مؤتمر صحفي واعلن فيه ليه خطه الدوله في ترشيد استهلاك الكهرباء. يمكن احنا عشان نبسط المعلومه للمواطنين، زي ما حضرتك عارفه ان العالم كله بيمر بازمه طاقه، وازمه في اسعار الصرف بالنسبه للدولار او حتى بالنسبه للعملات الاجنبيه بشكل عام. الدوله المصريه طبعا على مدار السنوات الماضيه قدرت ان هي تقف في العديد من الازمات، ولا تزال وستظل ان شاء الله حتى في الازمه الحاليه قادره ان هي تتحمل تبعات هذه الازمات. ولكن احنا عشان نبسط الموضوع، احنا دلوقتي بنشتغل على توليد الكهرباء. طيب توليد الكهرباء بيجي لنا منين؟ يعني احنا عندنا المحطات بتاعه الكهرباء، احنا عايزين نشغلها، عايزين نعمل انتاج. بنجد ان المصدر شبه الرئيسي، وهنذكر بالنسب المئويه تقريبا قد ايه لانتاج الكهرباء، بيجي من الغاز الطبيعي. يمكن مصر قبل ما نبتدي في حقل ظهر كانت من الدول اللي بتستهلك او بتستورد من الغاز الطبيعي، ما بتقدرش ان هي تكفي احتياجاتها من الاساس. وكانت توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبه لحقل ظهر من اليوم الاول ان يتم تقليص المده الزمنيه الخاصه بتشغيل الحقل انتاجه وتشغيله الى النصف. طب الهدف كان من كده ايه؟ التسريع في الانتاج حقل ظهر وتشغيله. طيب اشتغل حقل ظهر، وبعد حقل ظهر مصر ابتدت مش ان هي بس ان هي ما تستوردش، ده هي عملت اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي وبقت تصدر بره مصر. جميل. طيب جينا بقى، طيب الغاز الطبيعي نشوف احنا خلاص احنا كده كفينا احتياجاتنا المحليه وابتدينا ان احنا نصدر، لقينا ان 60% من اللي احنا بنطلعه احنا بيتم توجيهه في توليد الكهرباء. كويس. فاذا احنا بقى عندنا في موضوع استراتيجي كبير بشان ان احنا نوفر الغاز الطبيعي، وخصوصا مع زياده اسعار العملات الاجنبيه واسعار الطاقه على مستوى العالم بالكامل. طيب الحكومه ابتدت من امتى الموضوع ده؟ لا هي ابتدت تقريبا من اكتوبر اللي فات، يعني تقريبا داخله على سنه. طيب عملت ايه الحكومه؟ قالت والله طب انا هشوف المحطات اللي بتولد الكهرباء عن طريق الغاز الطبيعي، وابتدي ان انا اشوف ايه المحطات اللي انا استبدل الغاز الطبيعي بيها بالمازوت، بحيث ان انا ابتدي اخفض شويه من موضوع استخدام الغاز الطبيعي، وبالتالي ان انا استفيد بيه في التصدير وادخل عمله اجنبيه للدوله. طيب ادى ده لايه؟ ادى ان احنا قدرنا كدوله مصريه ان احنا نوفر تقريبا من 100 ل 150 مليون دولار في الشهر. طيب ده الكلام ده كان قبل الازمه الحاليه، جت الازمه طبعا الحرب الاوكرانيه الروسيه، وهي ازمه ممتده لا يعلم مداها لسه الا الله، وده على مستوى العالم كله مش عارفين تبعياتها هتفضل امتى. وبالتالي كان على الحكومه لازم ان هي تبتدي تتعاطى مع الموضوع بشكل مختلف شويه، لازم ان احنا نحط من الحلول المختلفه ومن الافكار الغير تقليديه اللي احنا نقدر نوفر بيها من العملات الصعبه، نقدر ان احنا نوفر فيها من ان احنا نوفر مزيد من الغاز الطبيعي اللي احنا نصدره. طيب يجي واحد يقول لي طب انت هتوفر الغاز الطبيعي وهتدخل عمله اجنبيه، طب انا هستفيد ايه؟ لا انت هتستفيد مباشر بترشيد الكهرباء في اكلك وفي شربك وفي حياتك اليوميه، لان الدوله لما بتبتدي ان هي بتجيب لحضرتك القمح او بتجيب لحضرتك الذره او حتى بتوفر لك العديد من مصادر الطاقه الثانيه بالاستيراد، هي بتتدخل بشكل مباشر في العملات الاجنبيه. فكل ما كان انا عندي احتياطي عالي من العملات الاجنبيه دي وقدرت ان انا اوفر مع الازمه دي
احتياطي من العمله الاجنبيه وافضل وابتدي ان انا اوفر مصادر ليها، كل ما انعكس انعكاس مباشر على حضرتك. حقيقي. فاحنا بس بنوصل معلومه بمنتهى البساطه عشان الناس تعرف، هي الموضوع مش موضوع استهلاك كهرباء ويعني بشكل عام، لا ده له علاقه بالحياه اليوميه للمواطن. ما محدش يعرف الكواليس يا باشمهندس غير اللي موجود في المطبخ، المطبخ السياسي. ليه؟ لان زي ما بقول لحضرتك وقلت المشاهدين دلوقتي في المقدمه، ان احنا عندنا فائض في الكهرباء وفائض في الغاز. طب نرشد، ده المفروض ان احنا خلاص اغنياء بقى، احنا عندنا زياده بالزبط. فمش محتاجين ان احنا نرشد استهلاك. كلام حضرتك مظبوط، وبالتالي ابتدت الحكومه تخش في تفكير اخر. طب هنبتدي ان احنا نعمل ايه في ترشيد الكهرباء؟ لقينا ان احنا زي ما ذكرنا من شويه ان احنا عندنا 60%، لو ابتدينا ان احنا نرشد في استهلاك الكهرباء، فالحكومه مستهدفه تخفيض حوالي 15% من هذه الانتاجيه، بحيث ان هي توفر هذا الغاز وتصدره. طب ده هينعكس علينا بايه؟ مثلا تقريبا لقينا ان ال 15% اللي هيتم توفيرهم هينعكسوا بحدود 400 الى 450 مليون دولار في الشهر. يعني لو احنا وفرنا الغاز ده بالنسبه دي اللي هي حوالي 15% من 60%، ده هينعكس علينا ان احنا هنقدر نطلعه بره او ان احنا نصدره بما قيمته حوالي 450 مليون دولار. في توقيت زي ده اعتقد 450 مليون دولار في الشهر ده رقم مش يعني مش قليل، مش قليل، ورقم مهم جدا في المرحله اللي بنمر بيها. ابتدت الحكومه تحط خطه للترشيد، بعض من الحاجات الخاصه بالتعامل مع المصالح الحكوميه، الاناره يعني بعد المصالح، جميع المصالح الحكوميه بعد انتهاء مواعيد العمل يتم اغلاق الاضاءه بتاعتها بشكل كامل ما لم يتعارض مع طبعا الا الحاجات الاستثنائيه اللي هي خاصه بكل منشاه، يعني حاجات منشاه. انا هتوقف مع حضرتك هنا يا باشمهندس عشان نشوف مع حضرتك مع الساده المشاهدين جزء من كلمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حول هذا الموضوع، ترشيد استهلاك الكهرباء، وبعد كده نرجع مره ثانيه نستكمل حوارنا مع ضيفنا اللي بيشرفنا في استوديو الهواء. خلي حضراتكم. يمكن النهارده في اطار دائما حرص الحكومه على التواصل مع المواطن المصري واعلامه بكل المستجدات الخاصه بالتعامل مع الازمه العالميه الراهنه المرتبطه بالحرب الروسيه الاوكرانيه، وكل الخطوات اللي الدوله والحكومه بتعملها علشان تقدر انها تتعامل مع هذه الازمه الكبيره جدا والقاسيه على مستوى دول العالم. واكيد حضراتكم جميعا بتتابعوا اللي بتعاني منه النهارده كل دول العالم بلا استثناء، واولها الدول اللي بنطلق عليها الدول المتقدمه قبل الدول الناميه، في تحدي الطاقه وترشيد الاستهلاك في خلال هذه الفتره الدقيقه جدا اللي بيمر بيها العالم. الحقيقه احنا كدوله مصريه وحضراتكم اكيد متابعين معانا، بناخد العديد من الاجراءات اللي احنا بنحاول بقدر الامكان يعني التعامل مع هذه الازمه الغير مسبوقه. ويمكن الحقيقه كان توجيهات فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه باطلاق حزمه اجتماعيه استثنائيه، الحقيقه احنا كدوله يعني تم التوافق عليها، وتم يمكن شرحنا لحضراتكم ان احنا ان شاء الله اعتبارا من نهايه هذا الشهر او بدايه شهر سبتمبر هنبدا في تطبيقها، اللي بتهدف في الاساس الى تخفيف الاعباء عن المواطن المصري. وفي نفس الوقت الحقيقه ايضا يعني احنا اتخذنا العديد من الاجراءات اللي بنحاول بيها بقدر الامكان تخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة اللي بقت موجودة النهاردة واللي تزايدت بطريقة غير مسبوقة لنتيجة لتضاعف أسعار السلع الأساسية اللي الدولة المصرية بتستوردها، وعلى رأسها طبعا المنتجات البترولية والسلع الأساسية زي القمح والذرة وبعض السلع الأخرى اللي احنا النهاردة طبعا فاتورة استيرادها تضاعفت، ويمكن في بعض السلع منها أكتر من الضعف بقت محملة على الدولة المصرية. والحقيقة يمكن احنا هذا الموضوع كنا بنتحرك فيه كدولة بقالنا فتره، واسمحوا لي يمكن انا هتكلم هنا، وده هدف هذا المؤتمر ان احنا نشرح لحضراتكم التحدي الكبير اللي احنا بنواجهه، وان احنا ازاي كنا بننظر الى زياده مواردنا من العمله الصعبه بطريقه غير تقليديه. والحقيقه يمكن الدوله المصريه ماشيه بخطه واضحه جدا وتحركنا فيها في زياده التصدير بتاعنا، تعميق الصناعه والمنتج المحلي. طبعا الحمد لله قناه السويس النهارده بتحقق ارقام غير مسبوقه، تحويلات المصريين في الخارج، بنعمل على دعم قطاع السياحه بالرغم من كل التحديات اللي بيواجهها العالم في هذا القطاع، ولكن الدولة المصرية ماشية بخطى واضحة وبنتحرك، وده كله هدفه ان احنا نزود من مواردنا من العملة الصعبة، وفي نفس الوقت نقلل بقدر الامكان من فاتورة الواردات من خلال اجراءات اخرى الدولة المصرية بتاخدها على مدار الفترة السابقة. اهلا
بحضراتكم معانا مشاهدينا مره تانية على الهواء، وخلوني ارحب بالمهندس كريم الكسار عضو المجلس الاعلى لنقابه المهندسين المصريه. اهلا بحضرتك معانا مره تانية يا باشمهندس. وبعد ما استمعنا مع حضرتك وشفنا مع الساده المشاهدين كلمه دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حول موضوع ترشيد الاستهلاك الكهرباء اللي حضرتك كنت هتتكلم فيه بالنسبه لكل المؤسسات والهيئات الموجوده في البلد. تمام. طيب، هي الحكومه خدت العديد من الاجراءات في الاجتماع اللي كان فيه دوله رئيس مجلس الوزراء. يمكن زي ما ذكرنا قبل ما نشوف الفيديو، كان اولهم طبعا تخفيض او يعني اغلاق الاناره بالكامل لكافه المصالح الحكوميه بعد انتهاء الاعمال، بعد الناس ما بتخلص شغلها بنبتدي ان احنا جميع الاضاءات تبتدي ان هي تطفى سواء الداخليه او الخارجيه، فيما عدا طبعا الحالات الاستثنائيه اللي بتتطلب عملها كده، يعني اجهزه طبيه حاجات زي كده. الحاجه الثانيه بتوجيه المحليات بشكل مباشر، ممكن هنتكلم عليها بعدين شويه، في جميع المحافظات بتخفيض الاناره الخارجيه بالخصوص وانهائها بشكل كبير بنسبه تصل يمكن اكثر ل 50%، وده ابتدينا فيه هنا في محافظه اسكندريه. النقطة الثالثة المتعلقة بالتكييفات المركزية، وهي ان احنا نخليها او نظبطها عند درجة 25 درجة فيما اعلى، بحيث ان ده برضو يقلل من ترشيد او يعمل ترشيد في استهلاك الكهرباء. برضو من الحاجات اللي اتعملت اللي هي الالتزام بالمواعيد الصيفية بالنسبة للمولات والمحلات التجارية. طبعا احنا برضو مع نهاية فصل الصيف فهيبتدي برضو التوقيتات تبتدي انها تتغير شوية. يبقى كل ده من الاجراءات يعني الحكومة اتخذتها فعلا، وابتدت ان هي توزعها على المصالح الحكومية المختلفة وعلى وزاراتها، وابتدت ان في جميع الوزارات يتم تعميمها على المسؤولين التنفيذيين. وابتدت الحملات ان هي تبتدي تنتشر خاصة في موضوع المحليات مع المحافظات، ولكن يبقى وعي المواطن نفسه. طب انا هقف مع حضرتك هنا قبل ما نتكلم عن وعي المواطن، اللي هو مهم جدا وجزء لا يتجزأ من خطة الحكومة، ما خطة الحكومة مش على المؤسسات او الشركات التابعة للحكومة، لكن المواطن هو الاساس. كتير كنا بنشوف بالنهار أعمدة الإنارة موجودة في الشوارع كلها مضاءة قبل بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، فبرضه الناس كانت بتتساءل يعني انتوا ليه سايبين النور الإضاءة كل الأعمدة سواء على طريق الكورنيش أو على الطرق الرئيسية، في حين إن ممكن يكون بالليل أو وقت الحاجة ما هياش منارة، فده كان السبب ايه؟ بص حضرتك، هو بيرجع بشكل مباشر الى ثقافه عامه. يعني هي الفكره كلها ان احنا ممكن في وقت سابق عن الوقت اللي احنا كنا موجودين، حضرتك بتقولي حد بيسيب الاناره الصبح مفتوحه او حاجه، موضوع الترشيد ما كانش له عند الناس في ثقافه او وعي مباشر بان موضوع خلي بالك ده الكهرباء مرتبطه بغاز، والغاز مرتبط بفلوس، وفلوس دي مش عمله عاديه، دي عمله اجنبيه، عمله اجنبيه دي بتاثر على حاجات استراتيجيه الدوله بتستوردها، اللي بتخش في الذره والقمح اللي انت بتاكله في رغيف العيش وما الى ذلك. ويمكن لو الوقت كمان عمل معانا احنا ممكن نوضح ازاي ان احنا الدوله بتدعم المواطن ازاي في الكهرباء في ظل الوقت اللي احنا فيه بالارقام. على الرغم احنا هندخل بقى في الموضوع ده يعني دلوقتي، على الرغم ان المواطن بيشعر ان لا فاتوره الكهرباء عماله بتزيد، طب احنا بنشغل التكييف نص ساعه، طب احنا بنعمل كذا. حته الفاتوره دي يعني لو هنتطرق ليها حضرتك ممكن ان احنا هنشوف ان الارقام مختلفه تماما. بمعنى ان احنا معلش احنا ممكن الرقم هنحاول نبسطه عشان برضو ما نبقاش ايه يعني توقع السادة المشاهدين، ولكن احنا عايزين نقول احنا خلاص اتفقنا ان توليد الكهرباء بيعتمد بشكل مباشر او 60% تقريبا من الغاز الطبيعي بتاعنا بيخش في توليد محطات الكهرباء. جميل. طيب، وزاره البترول بتتحاسب مع وزاره الكهرباء. وزاره البترول علشان هي بتدي الغاز الطبيعي لوزاره الكهرباء عشان تنتج الكهرباء بتتحاسب معها بسعر ان المليون وحده حراريه ب 3 دولار. يعني وزاره البترول بتورد الغاز الطبيعي لوزاره الكهرباء وبتطالبها ان كل مليون وحده حراريه تاخد منها 3 دولار. طيب نيجي بقى احنا نشوف دلوقتي بعد الازمه العالميه، ده سعر عالمي بقى اللي احنا فيها في التوقيت الحالي بره، السعر العالمي للمليون وحده حراريه وصل كام؟ وصل 30 دولار. ده خبر ابيض. يبقى الدوله بتدعم يعني يبقى الوزارتين اللي جوه نفس الحكومه تقريبا بيوفروا للمواطن المليون وحده حراريه من الغاز الطبيعي اللي بيولد الكهرباء بعشر، واحد على 10 قيمته الفعليه في السوق العالمي. حقيقي. طيب لو احنا حسبناها حسبه بسيطه برضو من غير ما ندخل الناس في تفاصيل ومتاهات، ده حضرتك هتلاقي ان ده ينعكس يعني ان السعر بتاع الكهرباء بتاع الحالي اللي احنا موجودين فيه يبقى على الاقل خمس اضعاف. خمس اضعاف الشريحه الحاليه. يعني على الرغم الشكوى الا ان يعني احنا بنقول اهو
لو احنا بنتحاسب ان وزاره البترول هتحاسب وزاره الكهرباء على السعر العالمي، مش دعم الدوله بان هي بعشر القيمه، يبقى تقريبا سعر اللي احنا محتاجينه اللي احنا نوديه السعر هنضرب 10 هنضرب لا العشر بقى يعني بحيث بسيطه كده هيبقى حوالي 5 أضعاف السعر الحالي. طب نقول رقم تاني يمكن الموضوع يسهل الموضوع شويه، احنا الكيلو وات اور او كيلو وات ساعه من الكهرباء كان بيكلف الدوله 109 قرش 109 قرش. لو جينا بصينا على الاسعار الحاليه لشرايح الكهرباء، وخلينا نقول اول 3 أو 4 شرايح اللي هم متعلقين بالطبقه يعني البسيطه او الطبقه المتوسطه او الطبقه اللي دايما الدوله او فخامه الرئيس بيبتدي ان هو يوجه بالحمايه الاجتماعيه ليها، بنلاقي ان السعر كام بياخده المواطن؟ حوالي 48 قرش، وبنتكلم في 58 قرش، وبنتكلم في 77 قرش، يعني اقل يعني تقريبا نص التكلفه اللي بتتحملها الدوله علشان خاطر توفر او ان هي ال 109 قرش اللي هي تكلفه الكيلو وات اور على الدوله هي بتوصلها للمواطن بتقريبا بقد ايه؟ في 3 4 طبقات بنص القيمه، لان الشريحه الرابعه كمان اقل من جنيه. كويس. يعني كلهم 48 يعني يعني 58 قرش على حسب الشرايح بنبدا دايما بنقول الشرايح الصغيره او الشرايح اللي هي الثلاث اربع شرايح اللي تحت دول اللي هم تقريبا ايه المواطنين العاديين او المواطنين البسط او بس الناس. هي الشرايح دي اللي بيقال فيها ان ما يتشغلش فيها جهاز، يعني ما اعرفش لمبه ايه وكذا، يعني كنت قريتها انا قبل كده. احنا بص حضرتك بنتكلم في الثلاث اربع شرايح اللي هم يعني شريحه مش قليل، شريحه كبيره. فلما احنا بنتكلم ان دي تقريبا التكلفه نص التكلفه اللي بتتكلفها الدوله، طيب لما حصل تغير في اسعار الصرف، احنا بنتكلم الاسعار دي لما كان الدولار تقريبا ب 16 جنيه دلوقتي احنا داخلين 19 وشويه. طيب ال 109 بقت كام بقى على الدوله؟ بقت 119. ايوه بقت 119 ف احنا بس مش بنقول حاجه، ولكن احنا بنحاول بس نوضح نوصل المعلومه ان ازاي الدعم او ازاي التكلفه، وخاصه ان انا زي ما ذكرت لحضرتك ان لو كانت الحكومه او كان يعني توجيهات الرئيس كمان بشكل مباشر للحكومه ان كان اسهل حاجه حصلت في موضوع تغير اسعار الطاقه وتغير اسعار الصرف كان هيبقى ابرز حاجه هتتم انه يرفع اسعار الكهرباء. الموضوع طبيعي مع السوق العالمي، موضوع طبيعي يعني زياده طبيعيه ليس لها علاقه باي حاجه في الدنيا كلها. صحيح. ولكن توجيهات الرئيس للحكومه كانت توجيهات مباشره والتزمت بيها الحكومه بان هي تاجل الحاجه زي دي لمده 6 شهور من اجل حمايه الطبقات الاجتماعيه، ويستمر نفس الدعم اللي احنا كنا بنقوله ده اللي هو بالارقام اللي احنا ذكرناها، الارقام على الاقل لو اتكلمنا على سعر الغاز بس كعامل في الموضوع من غير عامل سعر الصرف كنا هنحتاج نزود 5 اضعاف. الحكومه هي اللي تتحمل الفرق السعر فعلشان كده بقى جه دور المواطن في حته ان احنا لازم نوعي المواطن ان خلي بالك موضوع ترشيد الكهرباء هو موضوع منعكس عليا وعليك وعلينا جميعا، لان احنا نساعد الدوله او ان احنا نقف مع الدوله، لان ده الشيء الطبيعي وده الواجب اللي اتجهنا جميعا. جميل. في المرحله دي. جميل. لانه في الاول وفي الاخر احنا برضو اللي هنتاثر. طيب المهندس كريم الكسار عضو المجلس الاعلى لنقابه المهندسين المصريه، احنا مع ترشيد الاستهلاك الكهرباء ومع ان احنا ندفع فاتوره قليله، ما فيش حد عايز يرمي فلوسه على الارض، ما فيش حد عايز يدفع فاتوره كبيره، لكن الجو يعني الجو محتاجين مروحه، محتاجين تكييف، محتاجين كل واحد على 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 حسب امكانياته. طب نشغل التكييف واحنا عينينا على العداد، النور لا طفي النور اللي جوه، تعالوا كلكم اقعدوا هنا، ف بنحاول ده كله لكن برضو الفاتوره بتيجي عاليه، طب نعمل ايه عشان نستمتع شويه بالحياه وفي نفس الوقت ما طيب يعني احنا عشان نقول اجراءات بسيطه او حاجات بسيطه بالنسبه للناس، يمكن احنا قلنا ان بالنسبه لدرجه حراره التكييفات احنا نحاول ان احنا نخليها 25 درجه، 25 درجه بيحاول ان هو يلطف الجو وفي نفس الوقت بيبقى ترشيد الكهرباء فيه بيعمل يعني عامل بيفرق 17 من 25 يعني الموضوع بيفرق. انا بتكلم في الاستهلاك هيفرق في الاستهلاك وبالتالي هيفرق معاه في الفلوس في اللي هيدفعها طبعا في الفاتوره. يوفر قد ايه؟ وفي نفس يعني على حسب درجه الحراره اللي بيوفرها، ممكن توصل مع 25 30% من القيمه اللي هو بيدفعها كتوفير، وممكن كمان تزيد عن ذلك على حسب عدد ساعات التشغيل اللي هو بيشغلها على مدار اليوم. يعني مش لازم نتلج المكان، نخليه مش يعني ممكن على الاقل ان انت تشغل مثلا الاير كونديشنر او اللي هو التكييف، وبعدين ان انت تبتدي ان انت تفصل شويه يعني دايما حتى في اي اجهزه كهربائيه كده يعني حتى بيشحن الموبايل او حاجه، مش لازم ان انت تشحن الموبايل وتسيب الشاحن في الكهرباء. يعني ممكن انت تشيل عندك مثلا الثلاجه فيها فريزر مثلا، او الفريزر مثلا فيه ثلج او حاجه، تبتدي ان انت تشيل الثلج اللي موجود في الفريزر، ما تخليش الثلج موجود، فتح وقفل الثلاجه بشكل كبير بيعرضها ان انت تستهلك طاقه اكتر. نفس الكلام بالنسبه للافران، اي حاجه هي الفكره كلها ان انت خلص حاجتك من الطاقه الكهربائيه وافصل المصدر
بعديها، مش لازم ان انت تخلي كل المصادر على طول موجوده او شغاله معاك. ده قاعده عامه يعني، او بشكل عام. كويس. طبعا بتختلف بقى الموضوع زي ما حضرتك قلت، هي امكانيات يعني، في مش لازم كل الناس عندها تكييف، في ناس واحد مثلا عنده مروحه، الموضوع تختلف شويه. المروحه دي ما فيهاش مشكله في سحب الكهرباء؟ لا، هي كله سحب كهرباء، بس طبعا اقل طبعا بكتير من التكييف يعني. يعني تاثيره بيبقى اقل كتير جدا طبعا من التكييف. طيب الحاجات البسيطه اللي بنعملها في البيت واحنا ما نعرفش ان دي بتسحب كهرباء، زي ما حضرتك قلت يعني، اللي هي الفيشه اللي هي بتاعت شواحن الموبايل، دي تسحب كهرباء لو احنا مش بنشحن، لا لو حطيتي لو سبتيها في الكهرباء هيسحب هتسحب كتير. لو انت فاضل كل شويه بتفتح وتقفل في الثلاجه، فانت بتغير من المود اللي جوه، ان انت بتدخل هواء من بره، فبالتالي انت بتحتاج طاقه اكبر. لو ان انت بتبتدي ان انت تشغل زي ما قلنا درجات حراره التكييف على درجه حراره قليله، انت بتزود برضو الطاقه اللي موجود. لو بتسيب سورسات الكهرباء او مصادر الكهرباء بشكل مباشر ان هي متوصله على مدار اليوم، زي الاناره مثلا وزي الكلام ده كله، فانت بتدي ان انت برضو اقفلها بعد ما تخلص. طبعا هي بتختلف من شخص للاخر ومن ثقافه، زي ما قلت لحضرتك هي في الاول ولا في الاخر، هي بس هي زي ما بقول الحاجات البسيطه اللي احنا بنعملها وما نعرفش ان هي بتفرق في ترشيد استهلاك الكهرباء. قفل التلفزيون بريموت لازم نشيل الفيشه ولا ده ما بيفرقش؟ الراوتر هي كل ده بيقلل من استهلاك الكهرباء، ولكن بس مش بنسبه، زي بنسبه زي حضرتك بالظبط بتقولي يعني. انت بتقفل بالريموت غير لما انت تقفل مثلا الفيشه او تشيل مثلا المشترك مثلا على سبيل المثال، او تقفل المشترك. كل ما انت قللت من ان انت خلاص انت مش محتاج الطاقه الكهربائيه في الحاجه دي، خلاص افصل المصدر. افصل المصدر طالما ان انت مش محتاجه. في حاجات تانية مش هتقدر تفصلها، مش هتقدر تفصل الثلاجه مثلا، ولكن على الاقل حافظ ان انت ما تقفلهاش وتفتحها كتير. عندك مثلا فريزر هتشيل منه الثلج، ده شيء طبيعي يعني، ده طبيعي. الفرن برضو نفس الكلام، تبتدي ان انت ما تقفلش وتفتح كتير من الفرن، عشان ده برضو بيستهلك طاقه كهربائيه. كلها عادات بسيطه. طبعا الاناره ده شيء اساسي، ده عاده موجوده. اللمبات الموفره دي بتفرق، اللمبات الموفره طبعا بتفرق في الحراره، 75 90% فرق ما بينها وما بين العاديه. فطبعا لمبات الليد او اللمبات اللي موفره للطاقه طبعا مهمه جدا جدا في المرحله دي. الاناره نفسها طبعا زي ما حضرتك اتفضلتي قلتي، يمكن في اول الحلقه الناس بتفتح الاناره الصبح، الموضوع اصلا ملوش اي داعي. أيوة. طبعا لما احنا هنلتزم بمواعيد القفل والفتح بتاع المحلات والمولات والكلام ده كله، هتبتدي العمليه برضو نتخف. هي الفكره العامه او دور الاعلام او دور السوشيال ميديا او ما الى ذلك، ان انت خلي بالك ان استهلاك الكهرباء او ترشيد الكهرباء كان قبل كده ممكن ان احنا كنا بنقعد نتكلم فيه على سبيل ان هو يعني ايه اوبشنال زي ما بيقولوا، يعني نعمله او ما نعملوش. لا، انت جيت دلوقتي لا ضروره حتميه انت, يعني. انت في مرحله مش عشان احنا بس، ده دول العالم كله. صح. واحنا جزء من العالم، احنا رحنا ولا جينا احنا مش هننفصل. الحكومه بتحاول انها تدعم، هتدعم، الرئيس بيدعم، كل الناس بتدعم، لازم برضو المواطنين تبتدي انها تقف مع الدوله ويبقى ليها دور فعال، وده دور مهم جدا جدا خاصه في المرحله اللي احنا فيها. دي حقيقه. مهندس كريم الكسار، عضو المجلس الاعلى نقابه المهندسين المصريه، كل شكر لوجود حضرتك معانا. تتكرر لقاءاتنا ان شاء الله على هذا الموضوع الهام، ولو اننا داخلين على فصل الشتاء ان شاء الله باذن الله، بس هنحتاج ايضا لقاءات اكثر عشان نعرف المشاهد ما ليه وما عليه. بشكر حضرتك مره ثانيه، شرفتني ونورتني. بشكر كل الساده المشاهدين على متابعتهم لحلقتنا الليلادي من اسكندريه مباشر الاسبوع الجاي ان شاء الله. زميله منى الحكيم بتقابل حضراتكم في حلقه جديده واسكندريه مباشر. شكرا والى اللقاء.